يا دكتورة أسماء، صباح الخير. صباح النور. حلو حلو حلو، حرف الدال كده لما يتحط قدام اسم حد، صح؟ ربنا يخليك، متشكرة جدا. ألف ألف مبروك يا دكتورة أسماء، ربنا يوفقك. في البداية عايزين نتكلم عن الرسالة بتاعتك، عن فكرة رسالة الماجستير. أنا في البداية أنا لما كنت بحاول إن أنا أختار عنواني، عايزة أقول لحضرتك إن أنا يعني خدت 3 شهور ان انا اقدر اختار عنوان الرساله. ما كنتش عايزه عنوان رسالتي مجرد ان انا اقراه من على ورق. عايزه عنوان رسالتي يبقى نابع من ذهني، اني انا لما اجي اناقش رسالتي ما استخدمش ورقه ولا اقرا منها ولا اي حاجه. ففكرت كتير في اختيار عنواني. طبعا انا دايما بتابع مبادرات ومؤتمرات الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا عام 2018 اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ان عام 2018 عام الاعاقه في مبادره قادرين باختلاف، وان لازم دمج ذوي القدرات والهمم، ان هم ما يبقوش ذوي احتياجات خاصه، لازم نقضي على المصطلح ده، وان يبقى هم ذوي قدرات وذوي همم، وان يبقوا مدمجين من مرحله رياض الاطفال في جميع المدارس. فانا طبعا يعني وانا على قد ما انا يعني فرحت بالاعلان ده والخبر ده، على قد ما انا اتضايقت. طب ازاي ان الطالب او الطفل ده اللي هيدمج من مرحله رياض الاطفال في المدارس عادي، هيتعامل مع طلاب عادي وهيتعامل مع معلمين، بس مش هيقدر ان هو يستفيد. فبدات ان انا افكر ان انا ازاي احل المشكله دي. طبعا انا عندي محافظة مطروح، اني عندي طول النور الطالب بيبقى في مرحلة الدمج من المرحلة الإعدادي والثانوي، لكن في الابتدائي بيبقى في مدرسة نور. تمام. فالطالب هنا بيواجه مشاكل يعني عديدة، منها عدم معرفة المعلم بالأدوات اللي هو بيستخدمها ولا عن طريق برايل. طب ماشي، الطفل في مرحلة رياض الأطفال محتاج أهم حاجة، إن المرحلة دي من أهم المراحل التعليمية. طيب إزاي إن هو الطالبة أو المعلمة هتقدر تكتب مهارات القراءة والكتابة دي وهي ما تعرفش حاجة عنها ولا أي مقتطفات بسيطة؟ فكده الطالب الطفل هيبقى قاعد في الكلاس مش هيبقى فاهم. أنا قررت إن أنا يكون موضوعي إني أنا أنمي مهارات القراءة والكتابة دي عند الطالبة المعلمة لكلية التربية الطفولة المبكرة، وخاصة الفرقة الرابعة، عن طريق برنامج قائم على التفكير فوق المعرفي. طبعا الحمد لله جامعتي دعمتني، ومشرفين الأستاذ الدكتور وليد خليفة والأستاذ الدكتور إبراهيم الصاوي عميد كلية رياض الأطفال الأسبق. وسجلت عنواني، والجامعة سمحت لي كمان إني أنا أدخل وإن أنا أطبق البرنامج على عينة طالبات كلية رياض الأطفال بالفرقة الرابعة. طيب دكتورة أسماء، أعرف منك بس لو في أي حاجة يعني صعوبات قابلتك في الطريق، إيه الحاجات اللي يمكن كانت صعبة عليكي وأنت بتحاولي تطبقي ده؟ هو أنا هقول لحضرتك، هو أنا الحمد لله في التطبيق العملي للطالبات كلية رياض الأطفال ما في صعوبات الحمد لله واجهتني. بالعكس، أنا المفروض إن أنا كان عندي يومين في الأسبوع إني ما أعملهم، ببقى أعملهم، أنا كنت عاملة نظام جلسات، فأنا كان المفروض إن أنا يومين في الأسبوع، لا بالعكس، ده كانوا بيقولوا لي إحنا عايزينك تيجي كل يوم. وأنا كنت بروح كل يوم بالفعل، بس ما كنتش بضيف الجلسات دي، يعني أنا بروح أنمي عندهم المهارات دي، بس طبعًا أنا ملتزمة ببرنامج إن أنا عندي يومين في الأسبوع أنا عندي جلسات.
طب يلا بقى بسرعه قدمي على الدكتوراه يعني، وما تسيبيش وقت بقى، انت خلاص يعني باحثة دلوقتي وبقيتي دكتوره فعلا، لكن خلاص عايزين نشوف رساله الدكتوراه بتاعتك، وان شاء الله كمان هتبقي معانا هنا في صباح الخير يا مصر يمكن نناقشها مع بعض. بنشكرك الباحثه اسماء نتعي، اول فتاه من ذوي البصيره بتناقش رساله ماجستير بجامعه مطروح، والف الف مبروك ليكي. بنتمنى لك اكيد كل التوفيق في اللي جاي، واحنا معاكي وبندعمك، وصباح الخير يا مصر وراكي في كل خطوه تاخديها.